عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما اتفقنا سوبر نينو تدبير توفير سهولة. النهاردة هوريكم ازاي نستخدم مكنة البيتشيفور وازاي نستخدمها للبيتشيفور والبسكوت بكل سهولة، عشان في ناس بتجيبها متعرفش تتعامل معاها، وهقول لكم كمان بتشترى منين وكام. يلا بينا على الفيديو عشان نعرف كل التفاصيل. بالمنظر ده بيبقى فيها بقى ايه، فيها المكنة هبتي كده مستطيلة بالمنظر ده كده، هدي منظرها، ومعاها كتالوج الشرح، ومعاها المحاقن دي اللي هي بتاعت البسكوت، بيبقوا اربعة، تنفع للبسكوت، تنفع للكريم جانتيه، تنفع للبيتشيفور، ومعاها 10 اشكال تستخدميهم زي ما انت حابة، وينفعوا برضو للبسكوت. يلا بينا نشوف بقى هنستخدم المكنة بتاعت البيتشيفور ازاي. شايفين كده عندي الجزء اللي تحت ده متلف كده اهو، المنظر ده اهو ده كده، وعندي الجزء الابيض ده ما بيتفكش، ده ثابت في العمود اللي فوق ده. تمام، هعمل ايه بقى؟ زي ما انتوا شايفين كده في العمود هنا في سنون، هلف ده المكبس ده كده لحد ما الاقي بقى الشكل اللي هو السادة ده، واشده كده لفوق كده ده. تمام، لازم اعمل اخد بالي من الحوار ده كويس جدا. بعد كده اروح لفه المكبس بتاعي كده، واجيب الجزء اللي فيه سنون قصاد الدراع، هلاقي الجزء الابيض ده دخل لجوه كده، هبدا ان انا احط العجين هنا بتاع البسكوت او بتاع البيتشيفور، وابدا ان انا احط الشكل اللي انا هستخدمه اهو كده من تحت اهو. تمام، واقفل عليه اهو كده بكل سهوله اهو، بقى الشكل عندي راكب اللي انا اخترته، وابدا ان انا اعمل كده بالمنظر ده كده. فالجزء الابيض اللي جوه هيضغط على العجينه فهينزل، بس لازم العمود ده يبقى مع الدراع، يبقى في وضع قائم، والجنب اللي فيه السنون ده يكون في وضع قائم. تمام، واعمل كده اهو، وانزل العجين كله بالطريقه دي. تمام، هاجي دلوقتي اطلع، لا ما شدش، هعمل ايه؟ اروح لفه كده تاني، اجيب الجزء اللي هو الساده ده لبره واشده كده بكل سهوله، يبقى عندي جزء الساده هو اللي بره كده، هاجي اشتغل، اروح لفه العمود كده واشتغل كده اهي بالمنظر ده. دي طريقه استعمال المكنه اهو. برده لو هركب حاجه من بتوع الكريمه هحطها برده بالمنظر ده، واحط والف برضو كده واستخدم، تنفع معايا في البسكوت، في الكريمة، في البيتشيفور. انا بستخدم رقم 2 دايما في الاستخدام عشان يطلع معايا الحجم كويس، هعرف منين 1 ولا 2. هلاقي عندي ده الحتة دي كده، دي مكتوب عليها 2 و1، تلفيها كده تروح على 1، تخليها كده على 1، تجيبها كده على 1، هتلفيها الناحية التانية كده هتخليها كده على 2. دايما بتستخدمي رقم 2 يطلع معاكي حجم البيتشيفورة مظبوط وحلو، 1 بيطلع معاكي رفيعة قوي. دي طريقة استخدام مكنة البسكوت او البيتشيفور. الجزء اللي فوق ده ما تفكهوش، ملهوش لازمة انك تفكيه، واوعي تفكي ده، الجزء الابيض اللي جوه ده ما بيتفكش خالص نهائي. تمام، واهم حاجه ان العمود ده يبقى قائم لما تيجي تستخدميه مع الجزء اللي فيه السنون. لا اهو كده، اهو تاني اهو كده، هاجي استخدم، هاجي اطلع كده لفوق كده، لازم يبقى الجزء ده الساده، لما اجي استخدمها اخلي الجزء اللي فيه السنون ده قائم اهو واشتغل. دي الخطوتين دول اهم حاجه في مكنه البيتشيفور اهي كده، دي اهم خطوات مكنة البيتشيفور. بتتغسل بمية سخنة وصابون، وبتتنشف وبتتشيل. ده الكتالوج اللي بيبقى معاها، بيوريكي طريقة التركيب وطريقة الاستخدام، وبيبقى معاها 10 اشكال دول كده اهو، اللي انت حابة تستخدميهم، بينفعوا للبسكوت او البيتشيفور زي ما انت حابة. وزي ما اتفقنا بيبقى معاها الاربع اقماع دول، وبيبقى تمنها من 50 ل80 جنيه، هتلاقيها عند مستلزمات الحلواني. دي كانت النهارده الوصفه اللي كنت بقدمها لكم، او الطريقه بتاعه المكنه، عشان في ناس كتير بتشتكي ان هما بيجيبوها ما عرفوش يستخدموها، او بيجيبوها وتبوظ منهم، فحبيت ان انا اوريها لكم بتبقى عامله ازاي. وهي بتتباع يا جماعه متركبه كده،
وما بتفكيش الجزء الابيض ده، عشان في ناس بتحاول انها تفكه وتقولك اغسله وكده، ده لازق ثابت في العمود، لو فكتيه بتبوظيه اهو كده، ده بيبقى ثابت كده عشان يزقلك العجينه مع الشكل ويساعدها ان هي تطلع بكل سهوله. هي بتجيبيها شكلها اسطواني كده وكامل بالمنظر ده كده، ودي شكل العلبه بتاعها برضو اهي تمام. ده